لأول مرة منذ فترة طويلة يظهر بوتين في موقف المدافع ليس أمام خصومه وإنما وسط من يفترض أنهم حلفائه، والسر ربما في انتكاساته العسكرية الأخيرة. كان رهان روسيا في بداية الحرب الأوكرانية على دعم الصين بالدرجة الأولى ومن بعدها الهند، والآن بعد أشهر الحرب الطويلة تبتعد المواقف وتبدو الصين والهند على مسافة أبعد من بوتين. وللمفارقة جاء هذا التحول في المواقف في قمة سمرقند التي كان بوتين يبحث فيها عن دعم أكبر. قال هامودي صراحة لبوتين في لغة أقرب للتوبيخ: هذا ليس وقت الحرب. ورد بوتين بأن موسكو تحاول إنهاءها لكن أوكرانيا هي التي تعرقل هذا المسعى. قد يكون الموقف متوقعا من الهند، فهي تجنبت إدانة العملية الروسية وتحملت الضغط الأمريكي، لكنها أبدا لم تعطي إشارات على إمضاء شيك على بياض للجانب الروسي. الحسبة بالنسبة للهند كانت في واردات النفط الروسي التي تمثل أفضل صفقة لها بحسب وزير الخارجية الهندي. المصلحة فقط تحكم هنا. المشكلة الأساسية لبوتين الآن تبدو في موقف الصين، فبوتين قال إنه يتفهم قلق وتساؤلات بكين حول الحرب، وهو ما يشي بأن هناك مداولات جارية بين القيادتين مع عدم رضا صيني. ولا أدل من البيان الصادر بعد لقاء الزعيمين: سنسعى إلى حماية المصالح المشتركة. فكيف كان بيان الزعيمين في قمتهما الشهيرة في فبراير الماضي قبل الحرب؟ سنسعى إلى صداقة بلا حدود. لكن خسائر بوتين لا تقف عند ما حدث في سمرقند، حتى وإن كانت إيران قدمت نفسها لبوتين كشريك يمكن الاعتماد عليه.